مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة، شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. الفول السوداني 3 كوب 350 جرام، تحميص جيد، تقليب باستمرار على حرارة منخفضة، وضع في الخلاط، طحن باستمرار حتى يصبح زبدة. يفضل يطحن هو ساخن، هيك بساعد الماكينة ونصبح زبدة بسرعة. بين الحين والآخر تحريك المكون، وإحنا ممكن نستغنى عن الخطوة هذه ونجيبها جاهزة، زبدة الفول السوداني جاهزة من المحلات، موجودة في المحلات. هيك أصبحت الزبدة، هو مكون واحد فقط. سكر بودرة 3 كوب 450 جرام. سكر بودرة ممكن احنا نطحنه في البيت او نجيبه جاهز. هيك اصبحت جاهزة. ندهن وعاء بالزيت، اي نوع زيت. هذه الماكينة انا استخدمتها للسكر، طحن السكر. بعد ما دهنا الوعاء بالزيت نوضع الفستق. الطعم لا يقاوم الطعم، طعم كتير كتير طيبة، وهي للناس اللي عندهم حساسية اللاكتوز. هي بدون حليب أيضا، هي نباتية. نوضع الطبقة الأخيرة. طبعا الفستق اختياري، تزيين اللي هو فستق تزيين هو اختياري، ممكن نوضع أي شيء احنا بنحبه أو نخليها بدون تزيين حسب الرغبة. هيك أصبحت جاهزة. يفضل وضعها في الثلاجة قبل التقديم، أقل شيء 4 ساعات تكون في الثلاجة قبل التقديم، وأيضا التخزين في الثلاجة. التخزين تقديمها بأي شكل أنتوا بتحبوه. ممكن تستخدموا أي وعاء موجود متوفر عندكم، مربع، مدور، أي وعاء أو أي قالب مثل ما أنتوا شايفين. الطعم لا يقاوم الطعم، طعم كتير كتير طيبة. تزرونا بوصفة جديدة، اتمنى الاشتراك بالقناة، إذا أعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.